يقول السائل: نرجو منك أن تبين بنصيحة عابرة قصيرة عن النساء اللاتي يلبسن العباءة الخفيفة التي تظهر أجسامهن. هذا ينطبق عليه الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. فالتي تلبس عبات غير ساترة هذه كاسية عارية، كاسية لأنها لابسة عبات، لكن عارية لأن العبات هذه ما تسترها، فتدخل في هذا الحديث. فالواجب على المرأة أن تتخذ عباءة ساترة ضافية على بدنها، ساترة لما وراءها، ليست شفافة، وأيضا ليست التي تلتصق، يعني عباءة لينة تلتصق على جسمها، هذا ما يجوز. يجب أن تكون سادرة، تكون ضافية، وتكون أيضا غير ليس فيها نقوش، تكون سادة ليس فيها نقوش ولا ما يلفت النظر.